العالمية قررت الآن. اكتبوا هذا التاريخ عني، 2019 17 7 2019 و 2020 20 7. هذا الأمر أريدكم تفهموه بدقة، هذا تاريخين الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء قطعا وعندهم الكلام. يقول معلمي إذا اجتازينا هذين الرقمين مرينا كدولة إسلامية بولاية الفقيه بخير، ولكن يقول لا أظن أن نمر بخير، الحرب قادمة بين هذين التاريخين 17/7. طبعا هذا تأكيد علي أن أظهر إليكم به. يقول إن الله سبحانه عز وجل جل وعلا شأنه إذا أراد أن يلطف بعباده هو اللطيف الخبير. أما يقول فيما أعرفه معلمي إن هذين التاريخين حالة فصل بينه، منذ أن دارت معركة كربلاء إلى هذا اليوم هي حقبة سينتهي كلها، ولا دورة للخليج ولا رقص ولا طبل ولا فازت ولا رجعت البرازيل وانتهى الأمر. إن الحرب قادمة، قادمة بغير شكل مبتد مرسوم. هذا التاريخ حفظوه، والله يمحو ما يشاء، وليس مني أنا، ما عندي شيء أقول حتى تكذبوني، أنا بلاغ إليكم. يعني ما يحصل دكتور هو بداية لما سيحصل ما بين شهر 7 نعم. 19 وشهر يقول 7 معلمي 20. هذا الله يمحو ما يشاء ويثبت ما شاء. أمس طائرة وقعت في دبي، وطائرة في أمريكا تحطمت. دكتور بما أنك